السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة بداية فيديو جديد مهم جدا. كتير من الناس في بداية فصل الشتاء او في اواخر الصيف طبعا بتيجي تشيل المروحة لانها ما بتكونش محتاجاها تاني، ولكن ما بتشيلهاش بالطريقة الصحيحة او ما بتخزنهاش بالطريقة الصحيحة، لان طبعا في ناس كتيرة بتيجي تشيل المروحة تيجي في بداية الصيف تلاقي الريشة دي قفشت وما بيرضيش تشتغل معاك تاني. ده طبعا سببه ان في اتربه كتير زي ما انتم شايفين على المروحه، هي بتشيلها فيها اتربه، ولما بتسيبها كمان بيجي عليها اتربه كمان، فبالتالي الريشه بتقفش والمروحه ما بتشتغلش. النهارده ان شاء الله في الفيديو هعلمكم ازاي تخزنوا المروحه الطريقه الصحيحه، ازاي تنضفوا المروحه وتزيتوها قبل ما تشيلوها، وازاي ننضف جسم المروحه من جوه ومن بره، من عند الموتور ومن كل حاجه. وفي نهايه الفيديو في طريقه جميله هوريها لكم ان انتوا ازاي ما تخلوش الاتربه توصل للموتور، حركه جميله في نهايه الفيديو ان شاء الله. الفكره دي تنفع لاي نوع مروحه، توشيبا، فريش، عمود، حائط، مكتب، اي نوع مروحه ان شاء الله تنفع ليه الطريقه دي. يلا بينا نبدا الفيديو. هنبدا كده على طول. طبعا الساموله بتاعت الريشه دي يا جماعه عشان نفكها بنفكها عكس الاتجاه، تمام؟ ما بتفكش في نفس الاتجاه، لا عكس الاتجاه. لو ما رضيتش تطلع معاك الريشه ولقيتها قفشه كده، يعني جيت تسحبها تلاقيتها ماسكه مش راضيه تطلع، بتجيب الصاموله اللي انت لسه فاككها البلاستيك وتدوس فيها بايديك الاثنين كده بنفس الشكل ده، هتلاقي الريشه رفعت معاك مره واحده واتخلعت، تمام؟ برده الشبكه اللي ورا دي لازم نفكها، بتفك الصاموله بتاعتها عادي خالص. زي ما انتم شايفين ده شكل الموتور وشكل الكفر الخارجي بتاع المروحه، كلها متوسخه طبعا لان صحابها كان كل شويه بيحطوا لها زيت بيزيتوها من بره كده بيغرقوها كلها، فبالتالي بتلم تراب. دلوقتي زي ما انتم شايفين هنا كده الصباع ده بيكون جواه مسمار لازم يتفك عشان نعرف نفك الكفر اللي هو البودي بتاع الموتور من ورا. اهم حاجه نخلي بالنا من المسمار اللي جوه الصباع ده، لان طبعا مش اي مسمار بيركب. بنجيب اي حاجه رفيعه ومفك عاده او اي حاجه ونبدا نخلع العلبه اللي من ورا اللي هي بتكون مغطيه الموتور، بتكون راكبه كده كابس كلبسات، وفي بعض المراوح بتكون ليها مسمار من ورا برده لازم تفكه، تمام؟ ادي زي ما انتم شايفين ده شكل الموتور من جوه كله اتربه، وطبعا الزيت اللي هم كانوا بيحطوه كتير لامم تراب ولامم حاجات، كل ده ان شاء الله هننضفه مع بعض بابسط حاجه. الوش زي ما انتم شايفين الوش ده اللي بتربط فيه الليترات او الشبك اللي بيكون بتاع المروحه بتربط في الوش البلاستيك ده، زي ما انتم شايفين ليه اربع مسامير لازم يتفكوا الاربع مسامير، تمام يا شباب؟ هنشيل بقى الوش ده على جنب وبرده هنتنظف ان شاء الله. زي ما انتم شايفين الموتور لامم شعر اهو، وفي نفس الوقت من جزء اللي هو عند الجلب دوت هتلاقي عليه طينه كتير وعليه حاجات كتير، ده الدرابوكس اللي بيكون راكب من ورا كده في الموتور، ده بيخلي المروحه تلف يمين وشمال، ده لازم يتفك لان من ورا الدرابوكس ده في جزء كده من الاكس طويل لورا زي الجزء الامامي، تمام؟ الجزء ده برده وراه بيكون فيه جلبه لازم نزيتها برده. فناس كتير بتزيت المروحه بس بتزيتها من قدام، احنا لازم نزيتها من ورا. هنا برده في مسمار زي ما انتم شايفين ده اللي رابط الدراع الحديد ده، برده مسؤول عن اللف يمين وشمال عشان توزيع الهواء. بكل مسمار برده لازم يتفك. بعد كده هنبدأ نخلع الدراع خالص. هنلاقي في الدرابوكس نفسه فيه ثلاث مسامير مثبتين الدرابوكس، لازم برضو نفكهم عشان نعرف نفك الدرابوكس خالص. طبعا في ناس كتير بتيجي في اواخر فصل الصيف تشيل المروحة كده في فترة الشتاء، بتيجي تشغلها في الصيف اللي بعده تلاقيها وقفت، وده طبعا لاسباب كتيرة جدا اللي هي الاتربة والحاجات دي، ان شاء الله هنعرف ازاي نتخطى الحاجات ديت. اهم حاجة الدرابوكس ده دلوقتي هنشيله، زي ما انتم شايفين هنا كده في جلبة ومن قدام كمان في جلبة، الجلبة دي من كتر الاتربة اللي بتخش عليها والشعر زي ما انتم شايفين بتبدأ ان هي تقفش، وكمان مع الوقت لما بنسيبها فترة الشتاء كلها الاتربة دي بتتراكم وبيخش عليها اتربة كمان فبتقفش اكتر. انما احنا ان شاء الله هنعمل حاجة جميلة جدا في اخر الفيديو ان احنا ما نخليش الاتربة دي توصل للموتور خالص ان شاء الله. زي ما انتم شايفين بقى بسلكة مواعين ناعمة خالص بتجيبها عادية خالص، بنشيل بيها الصدى زي ما انتم شايفين في صدى في الاكس، برضه هوريكم نعمل ايه عشان الصدى ده ما يتكررش تاني. هنبدأ ان احنا نشيله بسلكة المواعين، بس اهم حاجه تكون سلكه ناعمه ما تكونش خشنه. بعد كده هنبدا ننضف كل اجزاء الموتور من فوق، بس اهم حاجه ما نستخدمش اي ميه او اي سوائل لان ده طبعا كهرباء ولو دخلت جوه ميه هيبوظ. اهم حاجه نركز عليها الجزء اللي هو بيكون فيه الجلب من ورا ومن قدام، لان هو ده الجزء اللي لو دخل فيه تراب ولا فيه اي مواد خارجيه بيقفش، فاحنا لازم ننضفه كويس، وبرده ناكد كده على كل اجزاء الموتور ننضفها يعني عشان برده يبقى شكله كويس، تمام يا جماعه؟ برضو في ملحوظه عايز اقولها لك، لو هي المروحه حائط مش هيبقى ليها درابوكس من ورا زي كده،
يعني لو هي حائط او هي عمود بس تاتش بريموت مش هيبقى لها دارا بوكس، زي ده بيكون موتور جريل زي اللي انتوا شايفينه قدامكم دوت في الصوره. موتور الجريل ده مش لازم تفكه بقى زي الدرابوكس، لا وهو راكب في مكانه، بتيجي من ورا برده من عند الاكس كده وبتحط لها شويه زيت زي ما هنعمل كمان شويه من غير ما تفك الموتور الجريل يعني. تمام، زي ما قلت لكم برده في مقدمه الفيديو الطريقه دي تنفع لكل انواع المراوح يعني مش حاجه معينه كده. ده شكل الموتور بعد ما تنضف يا جماعه. نضفنا برده ناحيه الجلب كويس، هنجيب زيت. الزيت ده مش زيت اكل، اوعى تحط زيت اكل، ده زيت مواتير، زيت مستهلك او زيت محروق. بتجيبه من عند اي ميكانيكي، ممكن تجيب سرنجه من الصيدليه وتخليه يملاها لك. اهم حاجه ان انت زيت عند الاكس بالظبط، ما تغرقوش كله عشان ما يلمش تراب يعني، حتى لو نزلت منك زيادات تحاول ان انت تمسحها بقماشه عند الاكس بالظبط او فوق الجلبه بالظبط نقطتين كده، ما تكترش يعني. ده طبعا لانه بيخلي الاكس بيكون خفيف بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده، لان الاكس ده لو قفش مش هتشتغل حتى لو الموتور سليم. طبعا كتر الاتربه زي ما قلت لكم بتخليه يقفش، فلما احنا نعمل كده وننضفه ونشيله هيكون افضل. خلاص يا جماعه، ده الدرابوكس زي ما انتم شايفين. هنحاول ان احنا ننضفه برده بنفس السلكه اللي طلع عين اهلها معانا النهارده. تمام، ننضف بيها على قد ما نقدر، لان هو تنظيفه رخم شويه وكله زوايا كده يعني، مش شكل منتظم، لا كله زوايا فبيكون صعب شويه في التنظيف، فده مش هياثر معانا في الموتور في اي حاجه، لكن بس عشان الشكل برده ونضفه كده بالمره، نحاول ننضفه على قد ما نقدر بسلكه المواعين. لو انت عايز تاخده كده بميه في الحوض او اي حاجه وشويه بريل وبتاع عادي، زي ما انت زي ما تحب يعني. ده كده بعد ما نضفناه على قد ما قدرنا، هنبدا دلوقتي ان احنا نركب الدرابوكس في مكانه. اهم حاجه نخلي بالنا منها يا جماعه، لان الدرابوكس ده ليه عدله برده في التركيب، نخلي بالنا ان الجزء اللي بيركب فيه الدراع ده يكون من تحت. تمام، بيكون من تحت بنفس المنظر ده، لان في ناس بتركبه وتكون مقلوب لفوق وبعد ما تيجي تركب تلاقيه ما بيركبش فترجع ان هي تفك تاني، فتخلي بالك من الاول خالص. او الصباع اللي فوق ده برضو تخليه من فوق يعني. ده الافيز اللي بيركب فيه السلك، نخليه مكانه وما نفكوش، لان ده طبعا بيخلي السلك يمسكه وما يخلوش يتشد من الموتور. الدراع لو لقيته مش طايل معاك المكان اللي بيركب فيه، تلف جسم المروحه كله كده هتلاقيه بدأ يقرب معاك على المكان بتاع الدراع وتبدأ تربط المسمار بتاعه خالص بكل سهولة. ده طبعا المكثف زي ما انتم شايفين عليه بعض الأتربة، هنمسحها بحتة قماشة كده عادي خالص، مش لازم السلكة أو بأي حاجة يعني، هو تنظيفه سهل. وهنبدأ نثبته بالمسمار بتاعه في المكان بتاعه برضه. زي ما انتم شايفين احنا كده خلصنا من الموتور وتنظيف الموتور، لكن الكفر أو الجسم بتاع المروحة نفسها في بعض الأوساخ وفي زيوت نازلة عليه وحاجات كده برضه بسلكة مواعين، هنرجع ان احنا ندور عليه كده ونمشي عليه بكل سهولة، هتلاقي الاوساخ دي بتطلع معاك يعني، انت مش محتاج اي منظفات او اي حاجة، هي بسلكة مواعين ناعمة هتلاقيه بينضف معاك بكل سهولة. على فكرة يعني اي بلاستيك بينضف بالطريقة دي بيكون اسهل حاجة ليه يعني، خلاط، كبة، اي حاجة عندك اسهل حاجة ليها ان انت تنضفها سلكة مواعين ناعمة زي كده من غير اي مية. زي ما انتم شايفين بتنضف بكل سهولة من غير اي مجهود. تمام، انا برضو في الفيديو بحاول ان انا اسرح شويه عشان الفيديو ما يكونش طويل يعني، عشان ما تزهقوش، انما هو يعني ما بياخدش وقت كبير اللي انتم متصورينه يعني. زي ما انتم شايفين كده بينضف معايا بكل سهوله خالص، مش محتاج مني اي مجهود. هنا برضو في قطعه وسخ كده كبيره هيشيلها برضو. ننضف عند الزراير، لان عند الزراير ده لو هو تراكمت عليه الاوساخ هتلاقي الزرار بيطلع وينزل بصعوبه، فلازم ننضفه كويس. كده بقى شكلها جميل اهو زي ما انتم شايفين، والموتور برضو احنا نضفناه بقى شكله برضو كويس، والاكس بقى خفيف مش تقيل ومعلوش اي اتربة خالص. هنبدأ دلوقتي نجيب الوش اللي هو بتاع المروحة، هنبدأ برضو بسلكة مواعين ونبدأ ننضف حوالين داير الاتربة اللي موجودة على الموتور، اللي موجودة على الوش، اسف. نبدا كده نلف عليها حوالين داير، دي مش هتاثر في حاجه على الموتور، بس عشان برده يكون شكل المروحه كويس هنبدا برده زي ما قلت لكم ان احنا نمشي عليها بسلكه المواعين حوالين داير كده وننضفها كويس. ده شكل الوش بعد ما تنضف. هنركب فيه الاربع مسامير، ملحوظه مهمه جدا في المنطقه دي يا جماعه ان احنا ما نركبش مسامير اطول، يعني الاربع مسامير اللي فكناهم هم اللي نركبهم، لان لو ركبنا مسمار اطول من كده المسمار هيفضل يربط لحد ما يوصل لملفات الموتور وممكن يبوظه، بعد ما كانت شغاله الموتور ممكن لا قدر الله يبوظ، فاهم حاجه ان احنا نفس المسامير اللي اتخلعت هي اللي تركب.
ده العلبه بتاعه الموتور اللي بتكون قافله عليه، زي ما انتم شايفين برضو عليها بعض الكتابه بالفلوماستر وعليها اتربه وحاجات لازقه برضو بسلكه مواعين برضو. هنمشي عليه كده كله حوالين داير وهينضف معانا بكل سهوله. في ناس كتير شفتها يا جماعه بتقول لك تجيب وصفات وتجيب حاجات وتقعد تعمل خلطه وكلام من ده، بس هو مش مستاهل. يعني انت كمان لو بحته قماشه مبلوله بسيطه ومشيت على البلاستيك ده هتلاقيه ينضف معاك بكل سهوله. كده انا نضفته من بره، بس هو من جوه برضو في حاجات متراكمه كتير، هنمشي عليها على قد ما نقدر، يعني على قد ما نقدر كده بسلكه المواعين دي وننضف فيها. مش شرط ان هو يلمع جامد من جوه، لان من جوه ده كده ما بيكونش ظاهر اصلا، بس احنا ننضفه على قد ما نقدر برضه عشان يكون نضاف على الموتور. وممكن برضه بشويه بريل وسلكه مواعين بشويه ميه وينضف تمام زي ما تحب. يعني زي ما انتم شايفين ده الكفر برضه لازم بيركب كده، بعد ما نركبه بنديله خبطتين عشان الكليبسات اللي انتم شايفينها دي الاربع كليبسات لازم يضموا في مكانهم او يركبوا في مكانهم. بعد كده هنركب الصباع اللي ورا ده، لو هي مروحه حائط مش هيبقى فيها الصباع ده تمام، ولو هي عمود بس تاتش برضو مش هيبقى فيها الصباع ده، لان مش هيبقى فيها دايربوكس من ورا، بيبقى موتور جريلز زي ما انا لسه قايل لك. دي الشبكه او الشبكتين الاطارات اللي هي بتركب في المروحه عشان تحمي الريشه محدش يتعور فيها. دي ما ينفعش نحط فيها اي ميه، لان طبعا الميه برضو بتخليها تصد مع الوقت. احنا بنجيب حته قماشه نظيفه ممكن نبلها شويه على خفيف ونبدا نمسح بيها بنفس المنظر ده، هتلاقيها نتفت معاك، لان انت لو حطيت فيها ميه وسبتها مع الوقت هتلاقيها بدأت ان هي تصدي وهتعمل برومة وهيبقى شكلها وحش جدا، فلازم ان احنا نراعي الموضوع ده. دي الريشة، معظم الريش زي ما انتم شايفين بتبقى مطربة، بيبقى عليها بلاوي كتيرة جدا، وبيبقى عليها برضو زي حاجات كده دهنية، مواد دهنية لازقة على المروحة، ما تعرفش دي بتيجي منين. يعني هي ما بتبقاش مثلا شغالة في مطعم، دي بتبقى شغالة في البيت او في الصالة. الحاجات دي بتيجي معاها برضو مع الوقت تمام، بتتراكم على المروحة. اسهل حاجة تشيل الحاجات دي سلكة المواعين وهي ناشفة كده من غير مية من غير اي حاجة، دي اسهل طريقة هتلاقيها بتنضف معاك بسهولة. ممكن انت برضو تمسح الاتربة دي الاول قبل ما تعمل بالسلكة، تمسح الاتربة بس زي ما انت عايز بقى، زي ما تحب مش مشكلة. يعني ده الشكل النهائي اهو يا جماعة، بقت زي الجديدة وبقت احسن كمان من الجديدة. الموضوع سهل جدا. هنجيب الشبكة دي طبعا ونحط فيها الريشة ونحط فيها الحاجة بتاعتها، وهنبدا ان احنا نجيب الشبكه الثانيه بعد ما نضفناها بنفس الطريقه بتاعت اللي تحت. نبدا نركب الاقفال او الافزان دي عليها حوالين داير ونسيبها بنفس الشكل ده. ده لو احنا هنخزن المروحه، لو احنا هنستخدمها على طول مش مثلا الوقت اللي انت بتشاهد فيه الفيديو في السيف ومحتاجها، هتقفلها عادي خالص. هنا طبعا زي ما انتم شايفين عشان الصدى اللي في الاكس اللي كان من شويه اللي احنا نضفناه ما يحصلش تاني، نجيب شريط لحام او اي نوع بلاستر عندك اللي هو الشفاف الابيض اي حاجه، ونبدأ نلف عليه. بعد كده هنجيب كيس، دي مهمة جدا، دي النقطة المهمة جدا اللي انت لازم تعملها. هنجيب اي كيس، سواء كيس زي كده سواء كيس مشمع شوية تقيل شوية اي حاجة، ونلبسها كده المراحل تمام. وبعد كده هنيجي من تحت كده ونجيب شريط اللحام ونبدأ ان احنا نقفل عليها. النقطة دي هتمنع طبعا الاتربة كلها ان هي تخش عند المروحة او عند الموتور كله، وبالتالي هتيجي تشغل في فصل الصيف هتلاقيها تمام، هتشتغل معاك ولا هتلاقي فيها اي معارضه خالص، لان بالبساطه كده الشديده هتلاقي ان مفيش تراب هيخش عند الاكس. خلاص يا جماعه كده طبعا المروحه تمام، هنحطها بقى في الدولاب، هنحطها مكان ما هنحطها تمام، هتيجي تشغلها هتلاقيها اشتغلت معاك زي الفل. كده احنا وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى ان انتم تكونوا استفدتم من الفيديو وعجبكم الشرح اللي احنا عملناه النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش بقى بالاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس على اختيار الكل عشان يوصلكم اي فيديو جديد احنا هننزله. وبرده بالنسبه لصيانه المراوح في فيديوهات كتير هسيبها لكم في الوصف، اللي هي ازاي تحدد العطل في المروحه وازاي تصلحها وكل حاجه من الحاجات دي. وبرده ما تنسوناش بالدعم باللايك، لان ده طبعا اكتر حاجه بتحفزنا الفتره الجايه ان احنا نكمل. واكتب لي رايك في التعليقات لو الفيديو عجبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.